الملاحظة الخامسة، ذكر الإمام ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 75 و200 فقال رحمه الله: وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، الذي خبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن تقول نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل، هذه الملاحظة أيضا ذكرناها في نهاية درسنا الماضي بناء على سؤال أحد الإخوة وشرحناه، ثم نحن نمليها عليكم مكتوبة، فمن يعيد شرح هذه الفائدة والملاحظة التي استفدناها من الإمام ابن خزيمة؟ تفضل. أيضا فيها إشارة إلى إثبات صفة العلو لله عز وجل، وذلك أن النزول لا يكون من صفة كما هو مفهوم في الأخبار، لا يكون من أسفل إلى أعلى، وإنما يكون النزول من أعلى إلى أسفل. نعم. إذا